بعض المجرمين بيتخيلوا أنهم قادرين على تنفيذ الجريمة الكاملة، الجريمة اللي مش هتؤدي لأي شك فيهم. ولكن مهما كان المجرم ذكي وفكر كتير في جريمته وخطط لها، في دايما خطأ بيقع فيه وبيؤدي لكشفه. النهاردة هنحكي عن جرائم. تخيل الفعل أنه فلت من العقاب، لكن إرادة ربنا كانت له بالمرصاد، فانكشفت جريمته على أهون سبب. بس قبل ما نكمل، ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. أول حكاية، زوج بيشتغل في الأردن، وصل له كلام إن مراته على علاقة بحد تاني بسبب غيابه. ما ترددش كتير وقرر العودة من الغربة. لما رجع واجه مراته باللي وصل له، وإنه على استعداد يطلقها لو فعلا بتخونه، لكنها أنكرت وقالت له إنها بتحبه ومش عايزة تتطلق، وإن كل همها إن حياتهم تكون سعيدة. استقر فعلا معاها في قريتهم بمركز كفر صقر بالشرقية، ولكن بعد فترة من تواجده معاها بدأت تشتكي للمقربين إنه بيتعاطى مخدرات وبياخد منشطات جنسية بكثرة. وفي ليلة من الليالي سمعوا أهل القرية صرخة كبيرة خارجة من البيت، واللي عرفوا إن الزوج توفى فجأة، وأغلب القرايب توقعوا إن وفاته بسبب تعطيل المخدرات، لكن محدش اتكلم، وتم استخراج تصريح الدفن، وتم تشييع الجنازة، وتم العزاء، وكل شيء ماشي طبيعي. بعد سنتين بالصدفة وصل لأخو الزوج تسجيل غريب خلاه مش مصدق نفسه، وأخد التسجيل وجري بيه على مركز الشرطة. التسجيل كان لزوجة أخوه بتتكلم مع أحد الأشخاص وبتقوله إن جوزها دلوقتي في حالة إعياء شديدة وبدأ يفقد الوعي، فالشخص التاني بيرد عليها ويقول لها هاتي فوطة حطيها على بقه واكتمي نفسه. طم القبض على الزوجة، ومواجهتها بالتسجيل اعترفت إنها كانت بتحط لجوزها أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بكثرة في الأكل والعصير للتخلص منه. في البداية كانت رافضة تعترف بهوية شريكها، ولكن مع التحريات وتضييق الخناق عليها اعترفت على الشخص التاني، وتحول الاتنين للمحاكمة. وبعد حوالي 3 سنين ونص تم الحكم عليهم بالسجن 15 سنة لكل منهم. تاني حكاية معانا، في نوفمبر 2020 نزلت أمطار شديدة على الإسكندرية لأيام متصلة في منطقة برج العرب. في راجل تضرر من مياه الأمطار اللي اتجمعت على سطح بيته، فقرر يطلع يزيح المية المتراكمة على السطح. أثناء إزاحته للمية لقى هيكل عظمي كامل، بلغ بسرعة بعثوره على الهيكل العظمي وبدأت التحريات. وأول حاجة البحث عن هوية القتيل في بلاغات الغياب، واللي نتجت بالشكوك حول طفل 12 سنة متغيب من 4 سنوات. تم التواصل مع والد الطفل المختفي، واللي قدر يأكد إن الجثة لابنه بسبب الملابس اللي كانت موجودة. فبدأت المباحث فك لغز جريمة القتل اللي حصلت قبل 4 سنين. في البداية كانت دايرة البحث تشمل كل ساكني العمارة في الفترة اللي تم فيها اختفاء الطفل. توصلت التحريات لشاب كان ساكن مع أسرته في نفس العمارة من 4 سنين، وسابوا الشقة بعد حادثة الاختفاء بفترة. وبمواجهة الشاب اللي أشارت إليه التحريات، اعترف إنه لما شاف المجني عليه قرر إنه يستغل إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستدرجه بحجة شراء حاجة حلوة، وطلعوا السطح وهو في نيته ممارسة الشذوذ معاه. لما بدأ يجرد الولد من ملابسه، الولد صرخ، فخاف المتهم من افتضاح أمره، فخنقه ولزيادة التأكيد ضربه بخشبة على راسه. ولما اتأكد من وفاته دفنه في مكانه في السطح بكومة رمل وبواقي مواد بناء. ومحدش اكتشف الجريمة لمدة 4 سنوات لحد ما كشفتها مياه الأمطار. الحكاية التالتة من البدرشين في الجيزة، قعدت شباب سهرانين وبيشربوا مخدرات وكحوليات، زودوا في الشرب شوية، فكل واحد بدأ يتكلم عن صولاته وجولاته وغرمياته، لحد واحد فيهم لما قال إنه كان على علاقة بمرات صاحبه فلان الفلاني اللي مات من سنة وشوية، وإن العلاقة دي من أيام ما كان جوزها عايش، وإنهم اتفقوا يخلصوا منه. وفعلا دخل البيت بالليل وهو نايم وخنقه بإشاربه وخرج. وقامت مراته الصبح راحت شغلها، ورجعت تصرخ وتقول إن جوزها مات، وتسجلت الوفاة بسكتة قلبية وتوقف بعضلة القلب. كان من ضمن القاعدين واحد صاحب أخو الزوج، وأول ما سمع اسم الزوج وبدأت الاعترافات سجل على موبايله الكلام اللي بيتقال. تاني يوم راح لأخو القتيل وسمعه التسجيل، جن جنون الأخ وأخد التسجيل وراح عمل بلاغ بيتهم مرات أخوه عاشقها بقتل أخوه. استخرجت النيابة الجثة وأعادوا التشريح، واللي أكد إن سبب الوفاة الخنق، وإن الدكتور اللي استخرج تصريح الدفن
مشكش في أي شبهة جنائية، وده بسبب إن الخنق كان بإشار بحرير لم يترك أثر. الحكاية الرابعة واللي كشفتها قعدت مزاج برضو، بس المرة دي اللي قاعدين كانوا زوجين ومعاهم أصحابهم. لما بدأوا يغيبوا عن الوعي حكوا إنهم قتلوا بنت أخت الزوجة من 3 سنين ورموها في مقلب زبالة في أرض اللوى، ولحد دلوقتي محدش اكتشف جريمتهم. واحد من الموجودين راح بلغ باللي سمعه، وبدأ رجال المباحث في البحث عن المعلومة، واللي وجدوا فعلا إن من 3 سنين الأهالي في منطقة أرض اللوى لقوا جثة طفل عارية متوفاة ومفيش أي إصابات ظهر عليها. من خلال التحريات عن الزوجين الجيران قالوا إن فعلا كانت بنت أختها عايشة معاها، ولكن رجعت لمامتها في فترة متزامنة مع وقت الجريمة. تم القبض على الزوجين، واللي اعترفوا إن أخت الزوجة بتشتغل في مالها ليلي وحملت من بودي جارد بيشتغل معاها في نفس المالها. لما ولدت جابت بنتها لأختها وقالت لها إنها فترة لحد ما تظبط أمورها وترجع تاخدها، وكل شوية كانت بتتحجج بحجج، لحد ما الخالة وجوزها في يوم قاعدين بيشربوا ضربوا البنت كعادتهم، ولكن المرة دي بدون وعي لحد ما ماتت. لما ماتت أخدوها ورموها في مقلب زبالة، وفاتت السنين وكانوا اطمنوا إن الجريمة اتنست ومش هتكتشف. وفي أثناء التحقيقات تم القبض على أخت المتهمة، وتم استخراج الجثة، وأثبت تحليل الدي إن إيه إن الجثة بنتها فعلا، وكان سبب الوفاة نزيف بالمخ. الحكاية الخامسة لعائلة ريفية عادية تابعة لمركز باسيون محافظة الغربية، فوجئوا في يوم بوفاة ابنهم الأكبر. كانت مصيبة كبيرة، ولكنهم رضوا بقضاء الله وصبروا، وكعادة الريف طلبت الأم من ابنها الأصغر يتجوز مرات أخوه عشان العيال تتربى في البيت. ورغم فرق السن بين زوجة الأخ الأكبر والأخ الصغير تم إقناع الطرفين واتجوزوا بعد فترة. بعد كام شهر فوجئوا بوفاة الابن الأصغر. الناس بقت تضرب كف على كف من المصايب اللي حلت على البيت. 2 رجالة في عز الشباب يتوفوا فجأة وفاة طبيعية بدون أي مرض ولا أي حاجة، طبعا ابتلاء عظيم. فات كام شهر وتوفت الأم. طبعا فقد 2 من ولادها ورا بعض سبب ممكن يؤدي للوفاة، والناس بدأت تقول دول اتنحسوا من ساعة مرات الابن الكبير ما دخلت البيت، واللي يقول اتحسدوا، وكلام كتير من حزن الناس على اللي حصل. واتبقى أخ من الإخوة، وفي يوم راجع من الأرض لما قرب لشقته في البيت سمع صوت ابنه المولود حديثا بيبكي بشدة. استغرب يعني ليه مراته سايبة الطفل يعيط بالشكل ده. دخل لقى الطفل على السرير والأم نايمة جنبه بيصحيها، لقاها متوفية. اكتملت الصدمات وزاد الحزن، وأثناء استخراج تصريح الدفن الدكتور رفض يطلع التصريح وقال إن الوفاة فيها شبهة جنائية ولازم يبلغ. ليه شبهة جنائية؟ في علامة على رقبتها قد تكون أثار خنق. وبالفعل تم إبلاغ الشرطة وبدأت التحقيقات، وكان الزوج أول المشتبه بيهم، لكن كل التحريات قالت إن مفيش أي خلافات بينهم وإنها لسه والدة قريب. خلال التحقيقات سألوا كل أطفال البيت، وكانت المفاجأة لما بنت الأخ الأكبر قالت لهم أيوة أنا عارفة مين اللي عمل كده، وحكت إنها سمعت مامتها بتكلم ابن خالتها اللي معتادة على زيارة البيت كله من زمان، وإنها قالت له ما قدرتش أعمل معاها زي كل مرة فخنقتها بالإشارة. بمواجهة الأم وابن الخالة اللي طلع مش ابن خالتها وكان بيجي في وجود العيلة عادي على إنه قريبها وبيجي في أوقات تانية ليها لوحدها، طلع عشيق ليها من زمان. الزوجة كانت بتقدم مادة سامة في الأكل لكل اللي توفوا، وكانت ماشية بالترتيب ومكملة الخطة إن بعد وفاة زوجة الأخ كانت هتخليه يتجوزها بحجة العيال وتعمل معاه نفس اللي حصل قبل كده، وبكده هتورث هي الأرض والبيت وكل حاجة بتاعتهم بما إنها هتبقى وريثة التلات رجالة، وساعتها كانت هتتجوز عشيقها ويتهنوا بالبيت والأرض قدام الكل. ولأن عدالة ربنا موجودة مهما تأخرت اتكشفت مخططاتها، واتحكم على القضية الأخيرة وتم الحكم عليها بالمؤبد. أما باقي المتوفيين فالإجراءات لسه طويلة من إعادة تشريح لفتح كل قضية. ودي كانت لفة بسيطة كده في مختلف المحافظات. جرائم قتل فات عليها وقت طويل، والجاني هو أقرب شخص للمجني عليه، واكتشاف الجريمة كان بمحض الصدفة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.